تولت أودري أزولاي التي انتخبت يوم الجمعة مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو منصب وزيرة الثقافة والاتصال في الحكومة الفرنسية السابقة. وازدادت أزولاي ابنة مستشار الملك محمد السادس الطالبة السابقة بالمدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1999 و2000، وهي من مواليد 1972، وهي خريجة معهد الدراسات السياسية بباريس سنة 1996، كما حصلت على ماستر في الإدارة والأعمال من جامعة لانكاستر البريطانية سنة 1993. ووضعت أزولاي خلال فترة توليها مهام وزيرة الثقافة والاتصال ما بين فبراير 2016 وماي 2017، على الخصوص مخطط عمل لفائدة التراث المهدد بالزوال في مناطق النزاع، كما عملت على تنظيم فرنسا والإمارات العربية المتحدة لمؤتمر دولي حول التراث الثقافي المهدد بالزوال سنة 2016 بأبوظبي بمساهمة من اليونسكو. وتوخى المؤتمر على الخصوص خلق صندوق نقدي دولي لحماية التراث المعرض للخطر وتمويل مبادرات الوقاية وتمويل. وبدأت أودري أزولاي مسارها كرئيسة لمكتب القطاع السمعي البصري بمديرية تنمية وسائل الأعلام، حيث اشتغلت على إنشاء تلفزة رقمية أرضية TNT بفرنسا وقناة إخبارية دولية، وعلى إصلاح القطاع السمعي البصري العمومي. والتحقت سنة 2006 بالمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، حيث تولت على التوالي منصبي المديرة العامة المساعدة للسمع البصري ومديرة الشؤون المالية والقانونية ومديرة عامة منتدبة. وفي شتنبر 2014 عينت أودري أزولاي مستشارة ثقافية لدى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. وحصلت أودري أزولاي وهي متزوجة وأم للطفلين على وسام الفنون والأدب من درجة قائد. ويتعين أن يصادق المؤتمر العام للدول الأعضاء في المنظمة على هذا التعيين في 10 نوفمبر المقبل من قبل 195 دولة عضوة في اليونسكو. وستتولى المديرة العامة الجديدة لليونسكو التي تخلف في هذا المنصب البلغارية إيرينا بوكوفا بعد ولايتين من 4 سنوات على رأس هذه المنظمة، مهامها في الشهر المقبل. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.